ضيفنا شايف انها سلبيه الى حد ما، وعايز يقول للجمهور ويخاطب الجمهور هتكلم الكاميرا انه الظاهره دي نخلي بالنا منها، يعني مش حلوه قوي فنخلي بالنا منها. بما ان طبعا يعني حضرتك محتك بقالك فتره بالناشئين الصغيرين واللعيبه الصغيرين، واكيد طبعا مش بعيد عن الاداره الرياضيه يعني. بس هو ده يعني الاصفر ممكن يبقى مرتبط بالاحمر شويه، لان انا عايز اقول الاحمر دي انت تبقاش عايزه خالص، يعني الظاهره مش تبقى عايزه خالص، انما الاصفر يعني ايه حاجه يعني لسه مش خطر قوي. انا فاهم قصدي، بس انا اللي انا يعني عايز اقوله هيجي في الاثنين، لان انا مش حابب ده، لكن انا بوجه رساله ان السوشيال ميديا النهارده بقت عالم عالم بجد يعني. فلازم تتقبل ان انت ممكن النهارده واحد بيقدم حاجه او بيقول محتوى انت حابب تتفرج، اوكي، مش حابب خلاص ما تخشش تعمل تعليقات بشتيمه وتسخف دمك، لان انت في النهايه في ناس تانية بتدخل على ان ده انا بكره فلان فيحتك ظهر السوشيال ميديا يعني. يعني عارف اللي هو بقى ايه، تلاقي الدنيا كلها كده كده الواحد ما بيبصش على ده. انا ما عنديش، بس ساعات الناس صحابي كتير بيتضايقوا، فانا بقول لهم بص دايما عندك ثقه في نفسك، اللي بيشتمك ده هو غيران منك، هو طالما انت بيشتمك يبقى انت موجود على الساحه، انت نجم. لكن لو انت النهارده مش نجم او مش محدش هيبص لك، محدش هيخش لك اصلا. فهي دي النقطه، فهي مرتبطه بالاحمر ليه؟ لان الاحمر لا، لازم يبقى في قرار رادع بقى، يبقى في قانون يطبق على اللي هيدخل، يبقى اوريدي اي حاجه على السوشيال ميديا غلط وفيها اسفاف لا، ده لازم يبقى في غرامه وحبس وفي حاجات كتير قوي يعني. فهو ده الاصفر بالنسبه لي، ان انت يا يعجبك يا ما يعجبكش خلاص اوكي. لكن لو احمر، عشان انت هتساليني في الاحمر، لا الاحمر لازم يبقى في قرار يعني غرامه وحبس، لان انت في النهايه انت يعني معلش النهارده انا بتهجم على شخصية مرموقة في المجتمع ايا كان هو مين، حتى لو مش مرموقة ولا اي حد يعني، حتى لو مش مرموقة يعني انا ليه اتجاوز في حد وانا من ورا كيبورد او من ورا موبايل بالظبط يعني. هي دي النقطة. صحيح. انت لو راجل واجه الناس دي، تعالى في الحقيقة واجهه يعني، تعالى واجهه قول له انا بنتقدك على الهوا ساعتها بالرجولة، لكن مش هخش اكتب تعليق وان انا ما هو انت لو رديتي على حد هتلاقي ناس ثانيه كمان داخله بقى انت بترد، طب تعالى بقى فاهمه الكلام ده كله. فانت انا بقول لاصحابي تجاهل الموضوع ده وبتاع، والله وانا ماليش، انا ما بتفرجش اصلا الحمد لله يعني، مش بتابع مش من هودي، لان انا عندي شغلي وانا عندي الحمد لله برج الاسد دايما عنده ثقه في نفسه، فما بيفرقش مع حد، دايما عنده ايجو ان هو شايف نفسه في حته ثانيه، فعشان كده انا مش فارق معايا حاجه، ما بيفرقش يعني. الكارت بقى الاخضر ظاهره حضرتك شايف انها حاجة حلوة ومبشرة وشيء إيجابي في الرياضة المصرية، عايزين نسلط الضوء عليها ده. إن إحنا بدأ يرجع الجمهور تاني، ودي ظاهرة إحنا كنا محرومين بقالنا 11 سنة من أيام الثورة وبعد كده الظروف اللي كانت موجودة في البلد، والحمد لله دلوقتي بدأنا إن إحنا يبقى فيه جمهور، فده كارت أخضر إن إحنا بنقول لك اتفضل ادخل وساند، وده شفناه في طبعا ماتشنا الاخير مع المنتخب، شفت الاجواء عامله ازاي، الناس والشكل والجمال والناس اللي تعبت والناس اللي ساعدت عشان يبقى فيه الشكل اللي احنا شفناه، يعني كل الناس اللي تعبت عشان الجمهور ده يدخل، الجهات الامنيه كلها بالكامل، فاكيد ليهم كل التحيه والتقدير. النهارده العدد بصي وصل ل 70,000، المدرج بقى فيه 2000، النهارده بقى بيسعوا ان يبقى فيه 5000 و10000، ده هيحصل لو انت ملتزم طبعا. كنت اسالك الالتزام كمان، انك لازم تبقى ملتزم. صحيح. لازم تشجع فريقك، ما تخرجش عن النص خالص، طول ما تخرج عن النص خلاص حضرتك تتحرم، ما عنديش مشكله. بس طبعا احنا لسه مستمرين معاكم ومع كابتن هشام حنفي ولقاء خاص، وطبعا عرفنا منه بعض الطقوس الرمضانيه في شهر رمضان الكريم. فاصل قصير ونعود لحضراتكم مره اخرى.